أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بأبرز العناوين الصادرة لهذا اليوم. فتاة فرنسية تحدد مصير شركة طيران اليمنية بعد غد. أهالي في عدن يرممون الحدائق والمتنفسات. ومن أخبارنا المنوعة، زعيم كوريا الشمالية يعلن الحرب على الملابس الغربية. أهلا بكم. بالمناسبة، هذا ليس أول مجلس رئاسي في اليمن، بل يأتي ضمن سلسلة طويلة من تجارب المجالس الرئاسية. موقع خيوط يلقي نظرة على هذه المجالس والتي بدأت منذ زمن، ويقول الموقع إنه على مدى 6 عقود شكلت في اليمن 6 مجالس رئاسية كان مصير معظمها الفشل نظرا لافتقارها لآليات والرؤى الواضحة التي تضمن خروج البلد من الأزمات المرافقة. في 27 من سبتمبر لعام 62 تشكل أول مجلس رئاسي يتكون من 8 ضباط بقيادة أول رئيس للجمهورية الوليد عبد الله السلال، وذلك تحت مسمى مجلس السيادة. لكنه سرعان ما تم إعلان مجلس آخر في إبريل من العام 63، إلا أن الانقسامات بين القوى في تلك الحقبة أدت إلى إنشاء 3 مجالس رئاسية متعاقبة برئاسة السلال. وفي نوفمبر 67 انتقلت السلطة في الشمال إلى عبد الرحمن الإرياني الذي أعلن تشكيل مجلس رئاسي بقيادته، وتميز إلى حد ما عن سابقيه من حيث إدارة المرحلة واتخاذ القرارات، إلا أنه لم يسلم من تحديات المرحلة. وفي خضم التجاذبات السياسية واستمرار الحرب الأهلية، أجريت عملية تعديل على المجلس في عام 1970 من خلال إضافة ضابطين من القوى الجمهورية وشخص آخر مقرب من الإمامة. وفي ديسمبر من العام ذاته اعتمد أول دستور دائم لليمن نص على اختيار مجلس رئاسي من قبل مجلس الشورى، وتشكل على إثر ذلك مجلس رئاسي في إبريل نيسان من العام 1971. وفي أكتوبر 77 قام إبراهيم الحمدي بتشكيل مجلس رئاسي جديد مضى في قيادته حتى تم اغتياله، وشكل بعد ذلك مجلسان أحدهما في المرحلة الانتقالية عقب اغتيال الغشمي، ومجلس آخر سمي بمجلس الشعب انتخب علي عبد الله صالح رئيسا لشمال اليمن وفي جنوب اليمن، أو ما كان يعرف بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، فقد شكل أول وآخر مجلس رئاسي في 22 من يونيو عام 1969، وذلك بهدف إنهاء الانقسامات وخلق توازنات بين محافظات الجنوب. وضم المجلس الرئاسي الوحيد 5 ضباط من مناطق مختلفة، إلا أنه لم يشهد أي استقرار طوال فترة وجوده. وشهد اليمن بعد الوحدة أشهر مجلس رئاسي في 22 من مايو عام 1990، حيث اتفقت قيادة الشمال وجنوب اليمن على إعلان الوحدة بتشكيل مجلس رئاسي يتكون من 5 أعضاء. الكاتب محمد صلاح يعيد الانقسامات التي شهدتها اليمن إلى أسباب مختلفة، مؤكدا أن تلك الأسباب ليس من بينها العرقيات أو الإثنيات، أفاد في مقال نشره موقع بلقيس. إن انقسام البلد لم يكن ناتجاً عن الاختلافات بين المناطق أو بسبب وجود هويات متصارعة أو عرقيات وإثنيات وتمايزات تشجع على الانفصال، لكنه بسبب فشل الحكام وعدم وجود حكومة وطنية قوية وقادرة على ضمانة مشاركة جميع اليمنيين في السلطة والثروة، وبروز قيادات يمنية ضعيفة وعاجزة عن خلق إجماع وطني. في ظل الصراع على السلطة بين عدد من القوى والأطراف، غابت اليمن وتضاءل دورها، وأحياناً بروز بعض القوى التي تقدم مصالحها الضيقة في السلطة من خلال تركيز طموحاتها في التربع على حكم ما تحت يديها، ولو كان حصناً جبلياً معزولاً سواء في الشمال أو الجنوب، أضعف اليمن وأنهك قواه وساعد على تفككه. تؤكد التجربة التاريخية لليمن في عهد التشطير وفي ظل الانقسام أنها لم تمنح اليمن الاستقرار،
أو ضمنت له الاستقلال. ولو كان التشطير ضامنا للاستقرار والتنمية بالاعتماد على نزاهة القوى السياسية، فلا أعتقد أن هناك أصدق وطنية ونزاهة وتضحية ونظافة لليد وصيانة للمال العام من تلك النخب والقيادات السياسية التي عرفها جنوب الوطن بعد الاستقلال، أو شمال اليمن في الستينيات وبعد الانتصار في حصار السبعين، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية. ومع ذلك فقد كانت طموحاتهم للارتقاء بالوطن وتوقهم لتقدم اليمن وتطوره مرهون لديهم بقيام الوحدة بين شطريه ووجود اليمن تحت راية واحدة. إن أثقل ما ينزل على الضمير الوطني من سدول الظلام هو تنازل الساسة والنخب عن الأهداف العظيمة للشعوب باسم الضرورات، والتبرير للمواقف التي تناقض المبادئ التي ضحت من أجلها المجتمعات طوال عقود من تاريخها في سبيل الوصول إلى المستقبل. في ليلة 29 إلى 30 من يونيو 2009 اختفت طائرة الخطوط الجوية اليمنية إيرباص A310 من على شاشات الرادار وسقطت في المحيط الهندي. كانت الطائرة التي تحلق بين صنعاء وموروني بجزر القمر تقل 153 راكبا، نجا شخص واحد فقط وهي طفلة. ستكون حاضرة في المحاكمة التي تبدأ يوم الاثنين 9 من مايو في باريس، يعنون موقع فرانسوا إنفو الإخباري. حادث طائرة اليمنية المحاكمة بعد 13 عاما، يقول التقرير الذي ترجم لصالح قناة بلقيس إنها محاكمة لتحديد على من تقع المسؤوليات ولفهم ما الذي حصل. الطفلة الناجية هي بهية بكار، كانت في 12 من عمرها عندما سقطت الطائرة. لقد سافرت إلى جزر القمر مع والدتها لحضور حفل زفاف. وجدت الفتاة التي قذفت من الطائرة أثناء الاصطدام نفسها في الماء، وظلت على السطح متشبثة بقطعة من حطام الطائرة لأكثر من 10 ساعات. اتهمت الخطوط الجوية اليمنية في 2013 بالقتل والجرح غير العمد، وقد صدرت بالفعل أحكام على شركة الطيران بدفع تعويضات لأقارب الضحايا. والتحدي الآن في المحاكمة التي تبدأ يوم الاثنين لتحديد المسؤوليات في هذه المأساة. من المعروف أن المدرج الذي كانت تستهدفه الطائرة صعب، وكانت الرياح قوية بشكل خاص في ذلك اليوم، لكن التحقيق الذي أجرته جزر القمر وفرنسا والولايات المتحدة يشير إلى أخطاء في قيادة الطائرة. قال المحققون إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض للغاية، ربما بسبب خطأ في التعامل. عندما اقتربت من سطح الماء تم تشغيل نظام القيادة الآلية. الطيار الذي كان يجب أن يستعيد السيطرة على دفة القيادة لم يفعل ذلك، وتحطمت الطائرة في البحر بعد ذلك بوقت قصير. تتم محاكمة الخطوط الجوية اليمنية على وجه الخصوص لعدم تدريب طياريها بشكل كاف، ولأنها حافظت على رحلاتها الليلية من وإلى موروني على الرغم من تعطل الأضواء على بعض مدارج المطار. تستمر المحاكمة من 9 من مايو إلى 2 من يونيو المقبل. الحرب التي تنتظرنا، تحت هذا العنوان كتب عبد الحليم قنديل مقاله المنشور في القدس العربي ومما جاء فيه. صحيح أن طهران محبطة لتأجيل التوقيع على تجديد الاتفاق النووي، لكنها قد لا ترى في ذلك خسارة أكيدة مستديمة، وعلاقتها النامية مع موسكو وبكين تتيح قدرا من التعويض عن خسائر العقوبات الأمريكية، وربما يمكنها الانتظار حتى تستبين مصائر إدارة بايدن ومواقفها المتلعثمة، ويمكنها مواصلة تطوير برنامجها النووي بغير قيود، وهي تحاول خفض توتراتها المزمنة مع عواصم الخليج العربية ومع السعودية بالذات عبر مفاوضات ظل تجري في بغداد وفي غيرها، وعبر إطالة عمر الهدنة في حروب اليمن مع توجيه البوصلة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي وتصعيد حروب التحرش العسكري وتهديد إسرائيل بدمار شامل إن فكرت الأخيرة في الهجوم على منشآتها النووية وبالاتفاق مع واشنطن أو من دونه. وكان لافتا للأنظار أن طهران أرسلت لإسرائيل صورا أرضية حديثة لمخازن سلاح العدو النووية البيولوجية الكيماوية، وكانت إسرائيل غيرت موقعها خشية هجوم إيراني، وجرى الإرسال التحذيري عبر مخابرات دولة أوروبية، وبدا التحذير صادما للكيان
المهددة حكومته بسقوط وارد لتلاشي أغلبيتها الحرجة في الكنيست، فيما تشعر إسرائيل كلها بتزايد الخطر على وجودها وبالذات من طهران وجماعتها الحليفة المسلحة شمالاً وجنوباً، وبإنذارات حرب صريحة من حسن نصر الله زعيم حزب الله في لبنان ومن يحيى السنوار قائد حركة حماس في غزة. وكان السنوار قد توقع نشوب ما سماها حرباً دينية إقليمية شاملة تتواجه فيها إيران مع الكيان الإسرائيلي وبالأصالة وبالوكالة، وهي حرب تنتظرنا جميعاً حتى إن تلكأت مواعيدها مع استمرار أغلب حكام العرب كالعادة في نومة أهل الكهف. منذ سيطرة الميليشيات على المؤسسات في مختلف المناطق اضطر الأهالي إلى القيام بدور تلك المؤسسات، فمن شق الطرقات ورصف الممرات إلى ترميم المتنزهات. يعلق المشاهد نت الأهالي يرممون الحدائق والمتنفسات. يقول الموقع إن أهالي منطقة الطويلة بمديرية صيرة في محافظة عدن رفعوا شعار نصنع فرحة أطفالنا بأيدينا، فخلال الأيام التي سبقت عيد الفطر مضوا يهيئون ويرممون حديقة الألعاب الوحيدة والمتهالكة المتواجدة في منطقتهم دون انتظار الجهات الحكومية والسلطات المحلية التي تجاهلت وضع المتنفس الوحيد بمنطقتهم، حيث بادر أهالي الحي الذي يطلق عليه حي الميليشيات في منطقة الطويلة القريبة من صهاريج عدن التاريخية بتنظيف وتهيئة حديقة الأطفال بالمنطقة استعدادا لعيد الفطر، خصوصا بعد الإهمال الحكومي ممثلا بصندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن والسلطة المحلية بمديرية صيرة. حديقة حي الميليشيات وبعد تهيئتها وتنظيفها باتت جاهزة لاستقبال الأطفال. هذه ليست المرة الأولى التي يبادر فيها أهالي مدينة عدن بترميم وتجهيز متنفسات طالها الإهمال. إلى صحيفة التايمز ومقال تحليلي كتبه روجر بايز بعنوان يوم النصر الروسي، إما أن يكون عيدا لنصر بوتين أو ذكرى لانكساره. يقول الكاتب إن التقليد بالاحتفال بيوم النصر الذي تم تدشينه في ظل النظام السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية وجد وصمم لردع الغرب من خلال عرض خشن للآلة الحربية الروسية. كان يوم النصر الأول في يونيو عام 1945 عندما سار 40,000 جندي أمام ستالين قبل أن يتغير التاريخ ليصبح 9 مايو هو يوم النصر. يقول الكاتب إنه في التسعينيات وبعد نهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي بدا العرض وكأنه فقد أهميته قبل أن يعود بوتين ليحييه، وكان هدفه تعزيز احترام الذات مع الحفاظ على الشعور بالتضحية. يرى الكاتب أن التناقض واضح، ففي موسكو بالقرب من الميدان الأحمر هدير وقعقعة آلة الحرب الروسية للعرض فقط، أما في عشرات المدن والبلدات الأوكرانية الأخرى تعتمد القوة الروسية على قصف المدنيين لتحقيق أي نوع من التقدم. الحرب العالمية الثالثة، تحت هذا العنوان كتب جواد العناني مقاله المنشور في العربي الجديد، ويقول الكاتب يقول المؤرخون في دراساتهم عن المقارنة بين أسباب الحربين العالميتين الأولى والثانية إن كلتيهما نتجتا عن صعود المشاعر القومية أو الوطنية داخل كل دولة، ما دفع المروجين الشعبويين لهذه الأفكار إلى زيادة الاحتكاك مع القوى القومية في دول أخرى مجاورة ومنافسة لها. ولذلك نتجت الحرب العالمية الأولى عن التحول إلى القوميات الوطنية داخل الدول الأوروبية، وصارت كلها مسؤولة في نهاية الأمر عن اندلاع الحرب. ولكن لما وضعت الحرب أوزارها عام 1918 وافقت ألمانيا مضطرة على قبول معاهدة فرساي عام 1919 بما فيها تحملها كامل المسؤولية عن تلك الحرب، وقد مهد هذا الأمر إلى فرصة لحزب ألماني يميني متطرف بقيادة أدولف هتلر ليكرس شعور المهانة لدى الشعب الألماني بسبب المعاهدة ويؤلبه ضدها ويسعى إلى الانتقام لكرامته بسبب تلك الحرب. ولهذا قبل المؤرخون الأوروبيون والأمريكيون فكرة أن ألمانيا هي المسؤولة الأولى عن الحرب العالمية الثانية، ولكنهم
يقرون أيضاً أن معاهدة فرساي بشروطها المجحفة ضد ألمانيا هي التي وفرت البيئة الخصبة داخلها للدخول في تلك الحرب. وبمزيد من القراءة عن الجوامع والفوارق بين الظروف والمحفزات لكلتا الحربين العالميتين في النصف الأول من القرن العشرين، يكتشف الباحث غير المختص بالتفاصيل أن الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحربين الأوليين قد تساعدنا في الإجابة عن السؤال: هل الظروف التي نشهدها حالياً في أوروبا وروسيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول تتقاطع مع الأسباب المؤدية إلى الحربين الأوليين، فيصبح التنبؤ بحصول حرب عالمية ثالثة أمراً ممكناً وواردًا، أم أن هذه المقارنة هي في أساسها خاطئة وتقوم على مغالطات منطقية؟ ذكرت دراسة جديدة أن رغبة الأطفال بتعلم اللغات الأجنبية تتأثر إما إيجابياً أو سلبياً بسلوك أمهاتهم وأبائهم أكثر من سلوك مدرسيهم أو أصدقائهم. تقترح الدراسة أن يتم تشجيع الأسر بشكل أكبر على التعرف على قدراتها اللغوية، ومن شأن هذه الخطوة أن تخلق جواً إيجابياً لتعلم الطفل وفق ما جاء في الدي دبليو، والذي عنوان: تريد أن يتعلم طفلك لغات أجنبية، الطريق يبدأ منك. أجرى هذه الدراسة باحثون من جامعة كامبريدج البريطانية، ونشر موقع ساينس دايلي أهم خصلاتها. ويرى الباحثون حسب المصدر ذاته أن النتائج تدعم ضرورة توجه جهود تعليم اللغات للأطفال إلى الأسر كذلك، وليس فقط إلى الأطفال، إذ بيّنت النتائج كم هو مهم أن تكون الأسرة مؤمنة ومشجعة لأبنائها في مرحلة تعلم اللغات الأجنبية. يأتي سياق الدراسة في ظل تراجع نتائج التلاميذ البريطانيين في امتحانات اللغات منذ بداية الألفية الثالثة. يتعلم التلاميذ في هذا البلد اللغات الفرنسية، الألمانية، الإسبانية أو لغات أجنبية أخرى، وتبين أن النقاط المحصلة في هذه اللغات خلال العام الماضي وصلت بالكاد لنصف النقاط المحصلة عليها عام 2001. يفيد التقرير أنه لا يوجد دليل على أن التركيز فقط على الصوتيات والقواعد وما إلى ذلك سيحفز الأطفال على التعلم، بل يحتاجون إلى اكتشاف ما تعنيه اللغات بالنسبة لهم، أي أنهم بحاجة كذلك إلى التعرف على الثقافة والهوية والتعبير عن الذات، مبرزة أن تقدير الأسر لأهمية تعلم اللغات يلعب دورا أساسيا في هذا الصدد. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حدد للمواطنين أنواع الملابس المناسبة وأصدر مرسوم الموضة تعنون القدس العربي، أنشأ شرطة أزياء. زعيم كوريا الشمالية يحارب الجينز. جاء تأسيس شرطة أزياء خاصة بعد أن شهدت أعداد متزايدة من الشباب يرتدون الجينز، وبعد أن أثارت هذه الموضة غضب رابطة الشبيبة الوطنية الاشتراكية. قالت الصحيفة إن منظمة الشبيبة هذه التي تديرها الدولة بدأت في تصوير النساء في العشرينيات والثلاثينيات من العمر اللاتي يرتدين العنصر المسيء، وبعد أن يتم القبض على الشباب والشابات متلبسين يتم نقل السيدات إلى الفروع المحلية لرابطة الشبيبة الوطنية الاشتراكية لحضور جلسة نقد ذاتي، حيث يتم إجبارهن على كتابة رسائل يتعهدن فيها بعدم ارتداء هذه السراويل مرة أخرى أو باختصار عدم تكرار جرائم الموضة. تشمل الإطلالات الممنوعة الأخرى الشعر المسبوغ وقصة الشعر والقمصان والسترات ذات العلامات التجارية الغربية. أفضل الصور خلال أسبوع كما نشرها موقع الغارديان. نتابع.
وأيضا مجموعة من رسوم الكاريكاتير في آخر جولة لنا. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم على خير بإذن الله، إلى اللقاء.